ترأست مصر الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بحضور عدد من العرب والأفارقة ورؤساء مؤسسات التمويل. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد إن الاجتماع يأتي كفرصة للتشاور ولتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة لتعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الأفريقية والعربية، معربة عن اعتزاز مصر بمسيرة التعاون المستمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. نشهد اليوم إطلاق الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة البرنامج في القاهرة والذي تترأسه جمهورية مصر العربية، حتى انعقاد اجتماع المجلس المقبل لمجلس الحوكمة في نهاية العام الجاري. فقد جاء ترحيب مصر باستضافة هذا الاجتماع المتميز وفعالياته المصاحبة في ظل اعتزاز جمهورية مصر العربية بالهوية التي تتمتع بإرث عربي وأفريقي مشترك. قام برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية في مصر بدعم المصدرين المصريين بالتعاون مع الهيئات المصرية ذات الصلة، وخاصة هيئة تنمية الصادرات، حيث تم عقد ورش عمل للمصدرين المصريين في محافظة القاهرة وفي محافظات دمياط، كما تم تنظيم دورات تدريبية حول تعزيز مفهوم التجارة الدولية لرواد الأعمال بالتعاون بين البرنامج وجمعية المصدرين المصريين إكسبولين. اليوم نلتهم في هذا الاجتماع المبارك لي ليس فقط جاء في الوقت المناسب، بل الحقيقة أثبت البرنامج أنه فعلا هو أحد الحلول اللي من خلالها يمكن الحقيقة تجاوز العديد من التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، وأيضا يخدم الهدف الرئيس لإنشاء برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وهو تعزيز العلاقات الحقيقة التاريخية التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية. إنها فرصة عظيمة للتجارة العربية الإفريقية، فمن خلال اجتماع اليوم نحن نؤكد أن التبادل التجاري في إقليمنا هو من أولويات التنمية، فمن اهتمامات الدول الأعضاء زيادة التعاون والتبادل التجاري بيننا، فنحن نعمل على زيادة الصادرات، ومن أجل ذلك يجب علينا العمل على زيادة جودة المنتجات، وبالقيادة المصرية وبالتزام الدول الأعضاء سيتم زيادة التبادل التجاري، وهو أيضا ما تعمل عليه اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، بما يفتح أسواقا تصديرية جديدة، ولذلك نحن هنا اليوم.